بتذكر اليوم اللي اتصابت فيه بتذكره منيح. أنا يوم اتصابت تقريبا كان اتصابت الساعة 6 الصبح، كنت حجيب رايح على الفرن جيب خبز، عم قطع أنا قطعت الجسر أول ما بدي فوت على طريق جديد إنه ما حدا يشوفني فيه، هونك ضرب النص. أول ما اتصابت وقعت على الأرض بس ما حسيت بأي شيء، يعني رميت أول فترة يعني تقريبا شي 3 دقايق أول ما بعدين صحيت، بس إنه كانت الكرسي البسكلي فوق إيدي وما فيني عم أتحرك، فيني عم أحكي وعم عيط بس ما فيني عم أتحرك أبدا. غيرت حياتي أول شي، مرت أول سنة سنتين ما كنت إنه أنزل على العالم، ما طاقت يعني قرايبيني وبس يجوا لعندي ويروحوا من عندي، ما حدا يجي لعندي أبدا. عرفت عينارة عن طريق رفيقتي بدورة، كان عندي فريند هي تعلم من دورات تحت، نفس الوقت هي كانت تتعالج عن طريق إنارة، كنت عرفت عليها عن طريق فريند يعني مش أكثر. حب كثير أشياء من سوريا، من مدرستي، رفقاتي، بيتي، كل شيء بسوريا كثير حلو. أول شيء بدي نعيد وبناء سوريا يعني إنه أكثر شيء أهم شيء إنه نرجع نبني الضيعة اللي نساعد إنه بناء يعني أوقات شباب أوقات أوقات نرجع نبنيها. أتمنى للوقت إنه نعيش باستقرار، إنه ما حدا يتعرض لنا بمشاكل أو شيء، نرجع على بلدنا نعيش فيه هون ونشوف الأفضل لإله.